السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط، المقطع الثالث عظماء الإنسانية، تحضير النص الرازي طبيبا عظيما، صفحة 60، شرح المفردات زائد أفهم النص زائد الأفكار. نبدأ بقراءة النص. الرازي طبيبا عظيما. ولد الطبيب العربي أبو بكر محمد بن زكريا الرازي في مدينة الري في خراسان في أوساط القرن التاسع الميلادي وقبل 600 عام. لم تكن كلية الطب في باريس تحتوي إلا مؤلفا واحدا يعتمد عليه في الطب، هو كتاب الحاوي لأبي بكر الرازي، وقد ظل هذا الكتاب المرجع الأساسي للطب في أوروبا مدة 400 سنة، وقد أقام الباريسيون لهذا العالم العظيم تمثالا وعلقوا صورته في قاعة علمية، واضطر ملك فرنسا أن ينسخ كتابه ويحتفظ به ليرجع أطباؤه إليه إذا ما هدد أسرته مرض أو ألم به داء. اندفع الرازي بكل قواه في دراسة الطب واطلع على فنون العلاج لدى الإغريق والفرس والهنود والعربي، فلما ارتوى من علوم الطب كلها رجع إلى بلده فعلم مديرا لأحد مشافيها، ثم اختاره الخليفة ليكون طبيبه الخاص وعينه رئيس الأطباء في مستشفى بغداد الكبير، فذاعت شهرته في البلاد وتوافد إليه طلاب العلم من كل أطراف الخلافة. وكانت شهرته وبالا عليه إذ حسده زملاؤه فاختلقوه ضده تهما صدقها الخليفة فأبعده عن بغداد وحرمه من كل المناصب التي كان يشغلها. لم يجد الرازي أمامه إلا اللجوء إلى شقيقه فآوته في شقيقته فآوته في بيتها وهو في أشد حالات الفقر، وشاء القدر أن يفقد نور عينيه بعد أن أحيا نور الأمل في قلوب الناس، وكان حصاد حياته ما يزيد على 233 كتابا ورسالة في مختلف العلوم. شرح المفردات. منطقة جغرافية، منطقة في إيران. الحاوي من أهم كتب الطب. ألم به داء، أصيب بمرض خطير فتاك، اندفع انطلق إلى الأمام بقوة، ارتوى أخذ ونهل، ذاعت شهرته انتشرت وشاعت وبالا ضيق جدا، اختلقوا افتروا. أسئلة الفهم العام. عما يتحدث النص؟ يتحدث النص عن الرازي. على ما يدل الكاتب في بداية النص؟ يدل الكاتب في بداية النص على أن كلية باريس كانت تحتوي على كتاب واحد في الطب للرازي فقط. هل اهتم الأوروبيون بشخصية الرازي؟ قدم دليلك على ما تقول من النص. نعم اهتموا به، والدليل من النص، وقد أقام الباريسيون لهذا العالم العظيم تمثالا وعلقوا صورته في قاعة علمية. ما هي المكانة التي احتلها الرازي ومكانه عند الأوروبيون؟ احتل الرازي مكانة عظيمة حيث كان كتابه ولمدة طويلة المؤلف الوحيد والمرجع الأساسي للطلبة في الطب. ما هي الوظائف التي تقلدها الرازي؟ من الوظائف التي تقلدها الرازي خليفة، مدير، رئيس الأطباء إلى غير ذلك. الفكرة العامة. سيرة الرازي التي خلدت اسمه ونهايته المأساوية.
الأفكار الأساسية: الفكرة الأولى، مكانة فخر الدين الرازي في أوروبا. الفكرة الثانية، المناصب التي شغلها الرازي بعد عودته من رحلته العلمية. الفكرة الثالثة، النهاية المأساوية التي آل إليها الرازي رغم إنجازاته العظيمة. المغزى العام، رجال وجدوا ليخدموا الإنسانية بكل الوسائل والطرق ولم يدخروا جهدا في خدمة البشرية، والرازي أحدهم. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.